second type of substitution differential equation، النوع الثاني من معادلة ال differential equation، الحل بالتعويض. راح يكون الشكل للمعادلة هي y داش يساوي g ax موجب by. إذا من نشوف معادلة تحتوي على ax موجب by راح نحل بهذه الصورة، والاي هي أرقام والبي أيضا أرقام مع الاي مع الاكس والواي. فأول شيء نفرض هاي المعادلة اللي هي v، v يساوي ax موجب by، ثم نشتق هاي المعادلة راح تطلع لنا هذه مشتقة الاكس هي واحد فيبقى بس الاي، والبي مشتقة الواي ويا واي داش. راح نستخرج الواي داش طلعت لنا هاي المعادلة، راح نرجع نعوض هاي المعادلة في المعادلة الأصلية للواي داش لأن احنا استخرجنا الواي داش. طلعت لنا معادلة بهذا الشكل، واحنا نعرف ان الـ AX موجب BY هي V، فنعوض مكان هذا نعوض V. بعدين راح نستخرج نضرب في B حتى نتخلص من المقام، طلعت لنا هاي المعادلة. بعدين رتبنا المعادلة حتى نستخرج الـ B داش، طلعت لنا هاي المعادلة أيضا. ونعرف أيضا الـ B داش هو DV على DX يساوي، يعني استبدلنا الرموز، يساوي بي جي في موجب اي. ثم نخلي هذا الطرف مقام للدي في لان يعني الفي ويا الفي والدي اكس نطلع للخارج. استخرجنا معادله تنحل بمعادله سيبربل ديفرنشال ايكويشن هي هاي المعادله، مجرد نضيف رمز التكامل ونكمل الحل. هذا هو الحل بالتعويض. راح نشوف هذا المثال ونطبق عليه الاشتقاق السابق. واي داش يساوي اكس 9 واي ناقص X. إذا نلاحظ الأس مالت الـ X هي 9Y ناقص X، معاملات الـ Y والـ X وياها أرقام، نستخدم الحل بالتعويض. فنفرض الـ V هو الأس مالت الـ X 9Y ناقص A، ثم نشتق V داش يساوي 9Y ناقص 1 لأن مشتقة الـ X 1. وبعدين نستخرج الـ Y، استخرجنا الـ Y بالتبسيطات الرياضية طلعت لنا هاي المعادلة. هاي الـ Y راح نرجع نعوضها بالمعادلة الأصلية اللي هي هاي، فطلعت لنا هاي المعادلة. وعوضنا عن كل 9y ناقص x ال v اللي فرضناه احنا، فطلعت هاي المعادلة. بعدين نتخلص من المقام نضرب فيه 9، ايضا استخرجنا هاي المعادلة وبدلنا الرموز حتى نطلع ال dv على dx يساوي هذا ما بعد اللي يساوي. لاحظ احنا هنا مجرد نخلي هذا الطرف مقام للدي في لان الفي ويا الفي والدي اكس نطلع على الخارج، فطلعت لنا بهذه المعادله معادله تنحل بالسيبربل ديفرنشال ايكويشن لكن تحتاج تبسيط. فنلاحظ احنا المقام هنا ما بي مشتقه البسط، فراح نضرب في اكس سالب في على اكس سالب في للطرفين، ضربنا هاي حتى نتخلص من الفي هذا بالمقام، راح هذا ويا هذا، يعني ضربنا تبسيطات رياضية شيء سهل وواضح. آخر شيء طلعت لنا هالمعادلة. حاليا معادلة تنحل بالسيبربل، مجرد نضيف رمز التكامل للطرفين مع إضافة ثابت التكامل اللي هو السي. هذا ضفنا ثابت التكامل، وحتى احنا نعرف ليش ضربنا سابقا في x بسالب في حتى نوفر مشتقة البسط. فهنا ببساطة راح نشتق، واحنا نلاحظ المقام وموجودة بمشتقة البسط، فهو هذا اللين لوغاريتم المقام رأسا ناخذه، لوغاريتم لين 9 ناقص اكس لوغاريتم المقام يساوي مشتقة الواحد، يعني تكامل الواحد للدي اكس هو اكس، ثابت التكامل موجود ايضا. نضرب في اكس حتى نتخلص من اللين لان الاكس تلغي اللين، فراح تطلع لنا هاي المعادلة 9 ناقص x بسالب b يساوي x x موجب c، لان احنا بنضرب ممكن نرفع اس لل، يعني مرفع نرفع هذا اس للاكسبونيشال. بعدين ننزل ال c الى ما بعد اللي يساوي الى ما بعد يعني الx، ونبقي الx اس للx. طلعت لنا هاي المعادله بالتبسيط، نقلنا ال 9 بعد اللي يساوي، ثم نضرب ايضا في اللين حتى نتخلص من الاكسبونيشال، ضربنا في لين، هاي مجرد تبسيطات رياضية، نزلنا ال v الى ما بعد اللين وبقينا اللين هنا، ثم ضربنا في سالب واحد حتى نتخلص من
السالب مالت ال V طلعت لنا هاي المعادلة. وبما أنه ال V هو 9y ناقص x اللي فرضناه بالبداية اللي هو هذا، هذا فرضناه V، راح نرجع نستخدمه بهاي المعادلة، نعوض هنا يعني نعوض هذا ال V مكان هاي المعادلة طلعت لنا. عوضناها طلعت هاي المعادلة، نقسم على 9 أو نضرب في 1 على 9 حتى نتخلص من 9 مالت الواي لأن احنا نريد واي. طلعت هاي المعادلة بالأخير، وهاي تسمى الجنرال سوليوشن، الحل العام. في حال أعطى يعني معلومات عن الإكس والواي راح نرجع نعوضها بهاي المعادلة مالت الجنرال سوليوشن حتى نطلع ثابت التكامل سي، ونرجع نعوض ثابت التكامل سي بهاي المعادلة فيطلع لنا البارشيال سوليوشن. هذا بالنسبة للحل بطريقة التعويض.